السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حلقات متجدده بخصوص خدمه المواطن. تحدثنا بالحلقه الماضيه مع بلديه الغدير، كانت تفاصيل كثيره، بين جهد الخدمي اللي مناط على هذه البلديه و معاناة المواطنين باتجاه ضعف بعض الخدمات في جميع البلديات وليس في بلدية المعينة هي بلدية الغدير. اليوم بعد اتصالنا مع الأخوة في أمانة بغداد لغرض تجهيز حلقة خاصة عن إحدى البلديات، تحدثنا معهم وتم تهيئة حلقة خاصة عن بلدية بغداد الجديدة. بغداد الجديدة عفوا، هذه ذات المساحة الكبيرة وعدد النسمات الكبير. اليوم راح أتحدث عن الزخم الكبير طبعا والكثير. أول ما يتحدث عن اسم بغداد الجديدة راح يستذكر سينما البيضاء والسوق بغداد الجديدة والزخم الكبير ومنطقة الفضيلية وغيره 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 من المناطق المشمولة بهذه الخدمات. راح نطلع أكثر عن تفاصيل هذه البلدية، نوع الخدمات، الإشكاليات، المعوقات، مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم المهندس الأستاذ كريم طاهر، معاون مدير بلدية بغداد الجديد. نرحب بك أجمل ترحب أستاذ كريم. أهلا بك وجميع منتسبي قناة الأيام. الله يحفظك. الله يسلمك أستاذ كريم، شكرا أولا لحضورك والاستجابة لأن تكون ضيف عزيز علينا في هذا البرنامج. اشكرك. الله يخليك استاذ كريم. استاذ كريم، دائما ما نسال اي مسؤوليه حتى يعرف المشاهد، نعم، ما هي الحدود الاداريه لبلديه بغداد الجديده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بلديه بغداد الجديده هي تضم المناطق اللي هي بغداد الجديده ومنطقه النعيريه ومنطقه المشتل والامين الاولى والثانيه وايضا الرياسه ومنطقه الكماليه ومنطقة الفضلية، يعني الحدود الفاصلة بيننا وبين بلدية الغدير هي كانت بلدية واحدة انشطرت إلى بلديتين اللي هي بغداد الجديدة والغدير. وأنت من تنزل من جسر الدورة يمينا باتجاه شطيط على بغداد الجديدة ويسارا أيضا باتجاه شطيط على بلدية الغدير، تضم 34 محلة. وبالتالي هي اللي عفوا قصدك تل محمد؟ لا، تل محمد على الغدير، اليمين على السوق وملحقاته على بلدية بغداد الجديدة. وتتجه بعد وانت رايح يمينا على علينا يعني المشتل، قراج المشتل، بعدين تعبر منطقة الفضيلية، بعدين تجيك منطقة الكمالية، بعدين الى حدود شطيط. هي كانت تشمل ايضا سابقا منطقة المعامل وغيرها، صارت قسم لتوفير افضل خدمات للمواطن الكريم ضمن الرقعة الجغرافية اللي هو ناحية الزوراء هسه في الوقت الحاضر اسمها اللي هي منطقة حي النصر والمعامل وغيرها، صارت قسم يعني مستقل اللي هو يسمو قسم المعامل البلدي. الالف دار، الامين، هم مشمولة من ضمن بغداد الجديدة؟ نعم نعم، الامين قلنا اللي هي المشتل والامين. احنا من اكو مناطق شرق القناة وغرب القناة، مناطق شرق القناة اللي هي غرب القناة بغداد الجديدة والنعيرية ومنطقة أيضا هسه اللي مجمع الزهور ومحلة 705 الإفرازات الجديدة مال العمارات مال وزارة المالية. شرق القناة اللي هي منطقة المشتل والأمين كل فروعها وأيضا الفضيلية والكمالية. ممتاز. زين، هاي المساحة ايش قد بها عدد نسمات؟ هاي مساحة كبيرة يعني. يعني هي التقديرات تدري يعني بحدود المليون ونص من هالقبيل، يعني بس مو بس احنا تقديراتنا الغير رسميه يعني بهالحدود، لان يعني منطقه تدري صارت بها هواي افرازات وهواي يعني عشوائيات وايضا مناطق زراعيه، بالتالي منطقه كثافه سكانيه بها عاليه جدا. جيد، ايش قد نسبه العشوائيات السكر؟ يعني اكو هي داخله المحلات، يعني كل محله بها في الجزء يعني مثل زراعيه وعشوائيه يعني مثل 747 اكو بالكماليه اكو، بس يعني حد الان احنا هسه بالجرودات مالتنا اللي جردناها يعني بحدود ال 10,000 يعني العفو 14,000، هاي اللي هي اللي صار بها امر رسمي اللي هي عائده للدوله، يعني الاراضي العائده للدوله صارت بها جرودات واستمارات وهذه، والنتيجة وصلنا لحدود 14,000
واحدة سكنية. واحدة سكنية. 14,000. هاي اللي هسف. هاي اللي الأراضي العائدة للدولة فقط. عدا الباقي المناطق الزراعية اللي هي عقود زراعية والأملاك خاصة هاي ما مشمولة بالوقت الحاضر. السؤال يعني خذ من يطرح نفسه. هاي 14,000 وحدة سكنية المتجاوزة. نعم. يعتبر متجاوزة. طبعاً. بالوقت الحاضر يعتبر في خانة التجاوز. في خانة التجاوز. هاي 14,000 وين كانت قبل 2003؟ والله هي تدري انت يعني قسم منها اكو تجاوزات ترى قديمه يعني هي مو جديده حتى تكون بين المواطن الكريم اكو في ذاك الوقت كان اكو يعني مثل حي طارق كان اكو بالحميديه الشيشان السبع قصور اكو متداخله يعني مناطق كانت بس تدري انت بعد 2003 والوضع اللي صار ايضا الوضع الامني المربك وكذا فهذا ساعد على انه انفجار سكاني انفجار سكاني كثافه سكانيه صارت فهاي كلها ادت الى انه الناس تدور عن يعني كل واحد على قد مثل ما يقول فلوسه فبالنتيجه واكو مناطق صارت هي افضل بالمناسبه اكو مناطق بالزراعه والهذا افضل صارت من مناطق السكنيه يعني بها خدمات وبها من هالقبيل والتصميم الاساسي هنا شلون دور راح يكون؟ هو هسه كلها حتى اللي تعليمات الصادره لازم ضمن ضوابط التصميم الاساسي يعني حتى اذا صارت هو اكو عاده للتصميم الاساسي واكو يمكن من قبل امانه بغداد مكلفه شركه وكذا تعيد التصميم الاساسي نعم. اخر تصميم اساس كان يا سنه اعتقد 72 او 72 هو هذا التصميم الاساسي بس عموما صارت اعتقد هسه الامانه انطت الشركه واعتقد من يصير بهذا زين 1972 بس كان يعني تصميم اساس يقاس على عدد نسمات يمكن ما تتجاوز 3 ملايين متمام في وقتها وتدري انت هو حتى الوضع حتى قانون الافراز يخضع لهاي الضوابط مثلا عندما يكون الوضع الاجتماعي جيد الحاله المعاشيه للمواطن جيد وصلت مثلا اكو فرازات صارت بذاك الوقت 600 متر يعني مو اقل من 100 هسه احنا قانون الافراز نشتغل عليه مو اقل من 200 متر وصلت من كانوا يوزعون اراضي الى 600 والى 1000 لانه تدري وضع بغداد وكثافه كانت بغداد 3 ملايين او 4 ملايين نسمة 3 ملايين كانت فبالنتيجه يعني كانت اكو خصوصا قبل السبعينات بالسبعينات او قبل يعني قبل الحرب اللي فرضها النظام المقبور على الجمهوريه الاسلاميه كان يعني الوضع افضل يعني يوزعون اراضي بمساحات عاليه بس احنا ورا 2003 تدري بعد انت الاوضاع اللي حصلت وغياب القانون وايضا بقينا في خانه الارهاب وهذه كلها ادى هاي العوامل اضافه ذلك هو الكثافه السكانيه ويعني كثافه يعني هسه بغداد يجوز وصلت عدد سكانها فد 10 ملايين نسمه تمام. اذا مو اكثر بالنتيجه هاي وين تروح العالم لازم تلقى لها متنفس الى تمام بهاي الحاله انتم وفق القانون ما محكم يعني ما مجبرين ان توضعون خدمات للمتجاوز وفق القانون هسه بعيد عن القرار السياسي الحالي انتم بالقانون ما يجوز قانونا لا يمكن ان تقدم اي خدمات للمناطق المتجاوزه بس احنا كحاله انسانيه مثلا سابق سواء كان في قطاع الماء او كانوا يمدوا لهم مثل شمعات او يسووا لهم يعني هو بس شمعات كنا نسميها شمعات فقراء لانه وين تروح العالم مثلا بس هسه هو القانون راح يتيح للبلديه بان تقدم مثلا من يقرب تقدم بان خدمات لان انت مجبور ان تقدم لهم خدمات لازم هو واقع حال مثلا هسه هو ياخذ كهرباء وياخذ مي وهذا بالنتيجه هو مثلا لا ما يدفع فشي بالمقابل الدوله حتى ينظم هذا العمل وهو صار واقع حال يعني انت مو ممكن انه هاي الاعداد الهائله من المواطنين بس تبقى ان تخضع للضوابط الاساسيه اللي هي مثلا حتى الجرودات الصارت اللي ينطبق عليها مثلا الضوابط اللي هو نظامي ومفرزه بشكل رسمي يجوز يعني مو رسمي وانما بشكل اصولي يعني مثل طرق وخدمات ومن هالقبيل احتمال هذه اسمها ما هو بشقين بالمناسبه القانون قسم منهم هو بيعرف على هذا السؤال قسم من يخضع للتعويض اللي هو مثلا عليها مشروع دوله محتاج يفد مشاريع معينه او وضع حتى وان كانت مال الدوله حتى وان كانت مال الدوله تبقى انه قسم شق بانه يصير تمليك به وقسم شق يصير به تعويض اذا كان بها مشروع يعني بالتخطيط الاساسي جيد يعني بعض الناس
يشكو من فهم الموضوع بصراحة. يعني يقول من المشمول؟ أنا مثلا مشتري من شخص عنده زراعة ومشتري من عنده، هذا حتملكة لو فقط اللي حصرا اللي مال الدولة. مال الدولة، وهذا أيضا بجانب آخر، يعني هذا بجانب آخر اللي هو يعني أكو توجيهات أخرى بأنه مثل هذا لازم يتغير جنس الأراضي، والأراضي تملك اللي تابعة مثل وزارات معينة تملك إلى أمانة بغداد، والأملاك الخاصة تبقى أنه أيضا مش يجوز قرار آخر بأنه يعني تدرس، وبالنتيجة تغير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني. هذا قيد الدراسة، هذا بعده يعني في المراحل الأخرى. بس عموما إحنا هسه التوجيهات اللي نعمل بها هي فقط الأراضي العادية الدولة، فقط الأراضي العادية الدولة. جيد، نرجع لبلدية بغداد الجديدة. شنو الخدمات هسه أنتم بلدية بغداد الجديدة تقدموها للمواطن؟ نوعيتها خدمات، وتدري احنا البلدية عندها أذرع مختلفة تشتغل بهذا الاتجاه، اللي هو مثل الذراع الأساسي هو قطاع النظافة، اللي هو عندنا قسم النظافة، وبالنتيجة يومية احنا تقريبا نرفع ما يقارب من 750 إلى 800 طن من النفايات. هذه وجبات عمل تكون أربع وجبات عمل صباحية، اللي هي من السادسة صباحا إلى الواحدة، وأيضا مسائية وليلية وفجرية. الفجرية تبدأ بعد الساعة 12 تنتهي عند الفجر، يعني بعد الساعة 4 أو الساعة 5 بالليل، حتى نوفر نظافة طيلة ساعات طيلة 24 ساعة عمل مستمر. كنا سابقا ماكو وجبة فجرية، بس خلال هاي السنة أعتقد عملنا بالوجبة الفجرية، وخصوصا بالشوارع الرئيسية حتى تبقى بغداد نظيفة طيلة ساعات النهار. يعني القسم النظافة احنا عندنا ست مراكز بلدية، هي مركز بغداد الجديدة، ومركز النعيرية، ومركز المشتل، ومركز الأمين، ومركز الكمالية والفضيلية. كل قسم من هذه الأقسام بأنه عدة جهده الخاص به، سواء كان كابساته أو الآليات الأخرى الخفيفة أو الجهد الثقيل اللي يحتاجه. تدري احنا نفاياتنا مو طبيعية، يعني مثلا مرات تكون مخبوطة بالأنقاض، ومرات تكون الكمية يعني مو مال يعني عامل يرفعها، فدائما مثلا نعتمد ونقلل نحاول نعتمد على الشفل والقلابات بعملية الرفع، لأن هاي تسبب أضرار مرات بالبنى التحتية سواء كان بالشوارع أو الأرصفة. بس للأسف الشديد هذا الواقع، لأنه إحنا نعاني من كثرة الأنقاض اللي ترمى بالقاطع، لأن تدر القاطع طرفي، يعني بطرف الأطراف بغداد، مو بس إحنا، كل القواطع اللي تكون بالأطراف تشوف بأنه أغلب الأنقاض اللي تنقل من المناطق الأخرى يعني ترمى يعني بنهايات المناطق مالتنا، وهذه يراد لها جهد دائما مكثف، جهد ثقيل. فإحنا كل قسم رافدين آليات خفيفة أو ثقيلة، اللي هي مثل كابسات، كيات أيضا صغيرة لرفع الأنقاض والسكراب وماي المشوهات إحنا نسميها الموجودة بالشوارع، وهذه القلابات لرفع الأنقاض. وعندنا إحنا محطة تحويلية اللي هي قرب اليوان، وأيضا النفايات بالنتيجة النهائية تنقل إلى مناطق الطمر الصحي النهائي اللي هي أما للعمارية وللنهروان. يعني كل شهر نرفع حوالي 1600-1700 شحنة تروح إلى مواقع الطمر النهائي. قاعد تنتظروا الشهر وتجمعوها؟ لا يومية، يومية. أكو عمل نقل بين المركز المناطق والمحطة التحويلية، وأكو عمل ذاك جهد ثقيل آخر اللي هي سكسات كبيرة تنقل إلى مناطق الطمر بعد ما تكبس؟ لا هاي بالقلابات كمكابس احنا ما عندنا لحد الان بغداد جديدة ما عندها مكبس، نعتمد فقط على المحطة التحويلية. في طور انشاء مكبس انه في منطقة الكمالية، لانه تدري شان من شانت بلدية واحدة مسوي لها مكبس واحد، المكبس صار البلدية الغدير، احنا بقينا فقط نعتمد على المحطة التحويلية، واللي قلت لك يعني هذه عمل مستمر بها يومية ما لا يقل عن 45-50 سكس ينقل إلى مناطق الطمر النهائي. يعني هو أهم قسم بالتقريبا كل البلديات في عموم أمانة بغداد هو النظافة، القطاع النظافة، لأن احنا صراحة كمية النفايات اللي تفرز كبيرة جدا، يعني يمكن إذا تقارنها في عواصم دول البلد يعني ما تعادل البلدية واحدة من فبالنتيجة كل وأغلب التخصيصات تقريبا 80% من تخصيصات دوائر البلدية تروح لهذا القطاع، لأنه قطاع النظافة جدا مهم، إلى علاقة بصحة الإنسان، إلى علاقة بالبيئة،
وايضا عمليه الافراز الغير نظاميه الموجوده هي ستدري الاسواق ايش قد تفرز، الرمي العشوائي اللي دا يصير، عدم الالتزام بإعطاء النفايات للآلية التخصصية اللي هي الكابسة الآلية النظامية اللي تحافظ على حتى الريحة ما تطلع من يمها. تشوف أكو بيهم ينطونها مثلا إلى أصحاب الستوتات إلى أصحاب العربات اللي يجرها الخيول، وهذول وين ما يلقى لفد موقع معين يشمرها، يم مدرسة يم جامع يم كذا. هاي معاناة يعني للأسف الشديد. مهيئين أنتم كبلدية أماكن خاصة في المناطق السكنية في الأسواق لغرض تجميع النفايات؟ لا، هي أماكن خاصة يعني أنا مهيئ آلية، هي آلية تخصصية. بس يومية راح تجي هاي الآلية؟ يومية أو بين يوم ويوم. يعني هاي الآلية التخصصية، كل آلية تخصصية عندها محلة أو جزء من محلة وعندها مسارات نراقبها بنظام الجي بي اس. ما يتأخرون؟ ما يتأخرون، لا دا يتأخرون، احنا نستلم أكو، ما أقول لك أنا يعني سواق له مثلا وهذه. إذا دائما مثلا أكو عندنا قسم شكاوي اتصالات مباشرة. عندكم جي بي اس؟ الجي بي اس دا نراقبه بالجي بي اس. يعني تدري احنا هسه للأسف الشديد يعني مثل الواقع اللي موجود عندنا بينه الناس مثلا صبحية نايمة يعني للدعش هذا تدري عمله ملزم ساعات. احنا نبلغيهم يا بنتم وتبرمجوا وضعكم كسواق كابسات مع وضع المواطن. يعني انا مو مخلي المواطن يتبرمج وياي، انا يبرمج وضعي وايضا المواطن. شايفه بنجيك الساعة 7:30 اي هذه ما معبولة نهائيا. انا نبلغ احنا مبلغين نهائيا ما يدخل المناطق الا الساعة 10 ورا الساعة 10. يعني هو انت الصبح عنده هو عنده عمل صباحي بالشارع، يعني عمله هو كل واحد منطينا مثلا في الشارع الرئيسي او منطينا في يعني عموما اكو مسارات محدده. اول مره الشوارع الرئيسيه يلا ورا العشره يدخل الى الزقه السكنيه، وبالنتيجه هو مبرمج وضعه. مثلا اذا عنده محله جزء من محله يشيله هذا اليوم، جزء الثاني يشيله الثاني يوم، وعندنا اليات كافيه لهذه. بس للاسف الشديد يصير بان قسم منهم مثلا تعاطف او على من هالجانب الانساني ينطيها لابو العرمان، يابا انت مو هذا ما يخدم، لا يخدمك ولا يخدمني، هذا دي يسيء للمنطقه، يعني دي يرمي نفاياته ويعني يسيء العمل البلديه ايضا، يسيء العمل البلديه. وهو هسه انت دا تلاحظ يعني من تفتر بغداد الحاويه موجوده النفايات مرميه من الحاويه والحاويه. طبعا مو بالعراق بس يعني، لكن يوم تجربه احد البرامج العربيه يقول احنا فقط العرب للاسف يعني، والبعض طبعا هي مو قاعده، هي نسبيه بالتاكيد يعني. يقول السله ما الزبل موجوده يذبها بصفه، وباليابان الاطفال يجون يشيلون هي هاي مشكله. هي احنا مشكلتنا هي، احنا لو نتعاون يعني المواطن مثلا يتعاون ويانا في هذا الجانب، يعني مثل ما احنا نطلع يعني الدول قبل احنا نقول بذاك النظام انه العراقي مثل الاعمى ما طالع ولا شايف ولا. هسه ما شاء الله احنا اللي اموره الامور زينه يروح سياحه، والامور وحتى الامور مو زينه هو راح للجمهوريه يزور الامام الرضا كم مره. يعني بالنتيجه يجي هو من بهر من النظافه اللي موجوده هناك. زين انت طيب هاي ما جت النظافه اعتباطيه، يعني جت من خلال تعاون. يمكن تلاحظ انت اذا ابو التاكسي مخلي علاقه يمه، اذا فد باكيت او قنينه مال مي او كذا يخليه بهاي العلاقه. احنا تشمو يفتح الجامع، فهذا اذا تعاوننا بينات. حتى البنى التحتيه مثلا انت يجي يبني يحفر بكيفه. هسه اليوم انا دزيت له صوره مفلش البوري مال مجاري، يعني انت تعال طيب هسه حتى اذا انت تقول ما تنطبق عليك الضوابط كاجازه بناء، تعال راجع القسم حتى يشرف على عمليات الربط، لا تتسبب كارثة بالمجاري والسبيلة. أكو قسم من نلقى الشمعة مالته نازلة بالبور وسادة البور ومسوينا تخسف وتعال يا عمي احفر. فهذا تحتاج إلى وعي، وهو يعني التعاون بالنتيجة هو أنا عملي. احنا كأمانة بغداد احنا في نظرنا بأن نخدم المواطن، خدام للمواطن، بس الخادم هم يراد الامدارات. يعني مو مثل انت عندك خادم البيت انت الشمر ولازم هو شيء، يراد له اهتمام، يراد له تعاون، يراد بانه مثلا كل واحد ينظف واجهه بيته يرتبها يغسلها. وهاي امهاتنا القديمه معمول بها يعني. صحيح. زين بهاي الحاله سأطار، يمكن اغلبيه مناطقكم هي اصبحت محال تجاريه واجهات خاصه. نعم. يعني هنا صاحب المحل ملزم
أن يوضع له فد سلة معينة وكذا ويتعامل ويا أقل شيء ينظف باب محله يعني. هو المفروض يعني على خصوصا أصحاب السوبر ماركتات الكبيرة أصحاب المطاعم المفروض هذا كله كل واحد عنده فد حاوية كبيرة يعني حاوية أو حاويتين حسب الكمية النفايات اللي يفرزه هو هذه المفروض يوفر حاويات حتى الكابسة مال البلدية من تجي يخليها. إضافة ذلك أصحاب المحال الصغيرة المفروض أنا أحتفظ بالنفايات اللي عندي مثل ما نشوف إحنا برا من يعزل يالله ويرزمها بالمناسبة مو يبعثرها بصورة عشوائية ترزم. وأيضا وإحنا قلت لك ثلاث وجبات عمل يعني إذا ما تشوفها الصبح تشوف الظهر الشام تشوف الظهر تشوف العصر إذا ما تشوف العصر تشوفها بالليل بالفجرية. وهسه ما شاء الله احنا الثلاثة الاربعة اكو اسواق ما تعزل يعني صحيح. حتى انا اتفاجأ الصباح اقول احنا مو عندنا فجرية ليش اكو نفات؟ يقول يا ابا ما يعزلون لان يبقون يتأخرون الى فقلت لك هو قطاع النظافة ياخذ حيز كبير من عمل امانة بغداد واهتمام من معالي امين بغداد سيد مدير عام الدائرة البلدية الكادر المتقدم واغلب شغلنا تقريبا لانه احنا الباقي الاقسام تقريبا كل واحد عنده فد سيستم معين ويشتغل عليه. اما قطاع النظافه تدري احنا عندنا خطه بالمناسبه اكو خطط شهريه على ضوها ترسم الكم ايش قد كميه النفايات اللي تحسب ترفع الاليات اللي التخصصيه اللي موجوده ايضا كل قسم وبالنتيجه هي تكفي وزايدة مرات الآليات والأفراد يكفي لهذا العمل. لا الأفراد أنا أقول لك إحنا الأفراد أثرت علينا الآليات أول مرة تكفي بس هي قديمة صارت وإحنا قلت لك يعني أكثر من 10-15 سنة ما جاءتنا الآلية حديثة نهائيا أيضا في طور التحديث القسم منها لأن أصبحت يعني الشكل عبء يعني عطلات مستمرة وأيضا الآليات إحنا قسم منها نعتمد على التأجير في قطاع الكابسات وقطاع الجهد الثقيل يعني مثلا أنا بالشفلات عدة 3 شفلات لأن أنا أحتاج 6 أقسام عندي على الأقل فستة وفد 1-2 احتياط بالجهد الثقيل أغلبه ما عندي 16 آلية وقسم من هسه استهلكا تقريبا فهذا كله يرى التحديث لهذا العمل يعني تدري انت على اساس الامانه تروح باتجاه خصخصة قطاع النظافه بس هاي الامور اللي صارت الوضع الاقتصادي اللي صار بال14 وبعدها المشاكل اللي حصلت بالبلد هاي كلها شكلت عائق امام عمل امانه بغداد. الاقسام الاخرى حتى نوضح للمواطن الكريم القسم المجاري ياتي بالمرحله الثانيه اللي هو ايضا قسم مهم جدا خصوصا يعني شبكات المجاري كلها اغلبها تدري قديمه ومن كانت بغداد يعني عدد نفوسها قليل صارت كثافه سكانيه وصارت عليها عشوائيات وصارت عليها ربطات غير نظاميه فهذول ايضا في عمل وهي من الخمسينات اي نعم هي قديمه 60s او 50s قسم يعني حتى محطات المجاري هي مصممه مثلا اذا الى مثلا عدد نفوس محدد هسه النفوس انضربت ب10 مثل ما شوارعنا مصممه انا سمعت بالمرور يا 400,000 و500,000 سيارة احنا صارت 5 ملايين سيارة فمن نتيجة هي كل هذه شكل ضغط على احنا دعمنا محطات المجاري مثلا حتى ضخ كميه اكبر من الغواطس حتى نستوعب اكثر كميه من المي اللي تسقط اثناء هطول الامطار اضافه الى احنا شغلنا بالصيف ما يتوقف لان عمليه ادامه وصيانه مستمره وعمليه الانسدادات بسبب سوء الاستخدام لشبكه المجاري. هذا الجانب يعني تقريبا هو قلت لك المرحله الثانيه يجي بس يعني هو القطاع المهم هو قطاع النظافه لان ذول عندهم الياتهم التخصصيه اللي هي صاروخيات وشافطات كادر بشري اللي موجود ايضا ما مغطي احنا سوينا مشكله مع القانون 315 وايضا التثبيت لانه اكو ناس عينت غير دوائر اكو ناس مثلا بالرعايه راحت هاي كلها اعداد ما عوضت نتامل انه ان شاء الله يعوضون هاي الاعداد اضافه لذلك المساحات اللي صارت يعني لازم احنا نغطي يعني هاي احنا الحشي مالنا زين نغطي الشوارع الرئيسيه يا دوب يعني نغطي بعملنا الشوارع الرئيسيه المحلات السكنيه الازقه معتمدين على الحملات مثلا انا الصبح من 6 إلى 9 اكون عملي بالشارع الرئيسي حتى انظف الشارع الرئيسي حتى يطلع المواطن الكريم يلقى الشارع الرئيسي نظيف وبالنتيجه بعدين انا اجمع عمالي وادخلهم بالازقه حتى انظف لي مثلا في اليوميه كم زقاق. فكره الفريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي
هاي الفكره يعني انتم كامات بغداد كيف تشاهدون تناميها في داخل المناطق السكنيه؟ وهل مشموله بغداد الجديده من ضمن اعمال فرق الجهد الخدمي؟ وبالمناسبه يعني فرق الجهد الخدمي كل زين يعني وفر خدمات الناس محرومه من الخدمات، يعني صار سنين محرومه لا شبكه مجاري لا تبليط لا كذا، لا هي تضافر الجهود. المفروض احنا هسه في وضع السلم، انا نقول احنا الحمد لله والشكر هسه في بحبوحه من الامن، خلصنا من داعش وغير داعش، هسه كل الجهود الخيره تضافر من اجل ان نوفر الخدمات للمواطن الكريم ضمن الرقعه الجغرافيه، خصوصا المناطق اللي يعني ما بيها خدمات اصلا، يعني يعانون في الشتاء من الامطار ومن الغطيان ومن ايضا غرق مناطقهم. تعال وفر جهد لسحب هذه المياه من هذه المناطق، بالعكس هم خلقوا يعني فتح حاله طفره في الخدمات اللي تقدمها الدوله للمواطن الكريم. هو عموما احنا نحشي على جهد الدوله عموما، وبالنتيجه ايضا ساعدوا امانه بغداد بهذه المناطق، لانه تدري امانه بغداد يعني اكو مناطق هاي اللي هي تجاوز والمدري ايش ما تقدر تخلها قانونا، تخضع للمساءله القانونيه، ويعني كل المناطق تقريبا بس عندهم اولوياتهم، مثل اولوياتهم في مناطق معينه حي البساتين ومناطق بالكرخ، وان شاء الله الامور تبشر بخير. اضافه الى جهود امانه بغداد السنه ان شاء الله عندنا في الطفره النوعيه بعملنا خصوصا عمل دائره المشاريع، يعني اغلب المناطق هي يعني احنا مثلا خصصت لنا 400,000 متر مربع اعمال تبليط، عدد المحلات اللي مرشحه للتبليط هي ضمن الخطه الاستثماريه، هاي ال 400,000 خارج الخطه الاستثماريه يعني بجهد خلينا نقول تنفيذ مباشر من قبل دائره المشاريع. هاي امتى تكون؟ ان شاء الله خلال هالسنه، يعني ذاك اليوم احنا صار محضر مشكلة. يعني عفوا استاذ كريم، خطه سنويه لو الان قررت راح تتنفذ؟ لا تتنفذ ان شاء الله، يباشرون بها هسه. ما باشروا وعندنا بالمناسبه احنا بزقاق 70 توسعه يعني بمنطقه اليمين، باشروا قبل فتره بشارع 77 يعني مال بغداد الجديده اللي شايفه الكتف الايمن، ايضا صار به تطوير ومقرنص من هالقبيل. هذا هاي ال 4000 تشمل شوارع وتشمل ازقه، خصوصا الشوارع الرئيسيه، المناطق الشوارع المتهالكه 400,000 يعني قوش عدد، يعني حتى داخل الأزقة؟ نعم هو داخل الأزقة، لا هذه محلات مشمولة حتى بالأزقة، الأزقة التعبانة مرشحة، أكو محلات هي أصلا مرشحة بالكامل يعني من قبل دائرة المشاريع وضمن خطتها لهاي السنة ضمن الخطة الاستثمارية. نتأمل إن شاء الله هاي السنة تكون فالثورة عمرانية في بغداد، يعني إن شاء الله على مستوى خصوصا التبليط، لأن يعني أغلب مناطق بغداد متهالكة ومناطق اكو اصلا ما يعني ما تبلطت، شوارع تطبلها بانه تقول هاي يعني صار سنين ما، فان شاء الله خلال هذه السنه تكون الخدمات افضل. ساكن انت بخبرتك، يعني احنا ما احنا شو مرات التنظير نقف على صفحه، نعم. التنظير ما يجدي، الناس ما عادت تهتم لقضيه التنظير والحديث العام، تحتاج الى فعلا تطبيق على ارض الواقع. برؤيتك انت يعني خبره وذو اختصاص صار لك باع طويل في عمل الاداري، تتوقع اكو هناك امل من هذا العام فعلا عام المشاريع؟ والله ان شاء الله، لانه اول مره دوله رئيس الوزراء مهتم، يعني احنا ما لاحظنا بالسابق يعني خصوصا رؤساء الوزراء السابقين اللي جو كان فتحشي وماكو، خصوصا امانه بغداد ماكو اي دعم لامانه بغداد، بس الرجل هسه هو يعني مهتم وهو يتابع بالتفاصيل بنفسه، ودائما اجتماعات مشتركه ويا معالي امين بغداد مع مدير عام التخطيط اللي هي لجنه الاعمار المسؤوله على بغداد، وبالتالي هي كلها مشاريع مخططه، وان شاء الله ترى النور خلال هذه السنه، وتصير اللي قسم منها ينجز ما يتعلق بالمحلات والتبليط وغيرها، وقسم ما يتعلق بالخطة اللي هي أعلنها دولة رئيس الوزراء الجسور وغيرها والأنفاق، فيحتاج لها تدري الوقت للإنجاز، بس عموما إن شاء الله يتم المباشرة خلال هذه السنة وتكون هي عموما. أنت أكو شغل هسه، أنت إذا تروح مثلا مناطق معينة الشعب، شارع فلسطين، مناطق الكرخ صار بها أعمال، بالإضافة لذلك مال فك الاختناقات اللي هو قسم من هذه المشاريع. الحزمة الأولى اللي أطلقها رئيس الوزراء قبل أيام، وكانت احتفالية قبل يومين يمكن،
فأصبحت بغداد لا تطاق في بالشوارع يعني. فأطلقوا رئاسة الوزراء بالاتفاق مع عمارة بغداد والجهات الساندة حزمة الأولى اللي هي مجسرات. مجسرات نعم. مجسرات. هي مقترحات موجودة من زمان بس للأسف الشديد ما تفعلت. هسه دولة رئيس الوزراء فعلها من زمان. احنا نقول يا باكو بدأت تفك الاختناقات على القناة تسوي جسر من شارع المهندسين بس جسر واكو شارع منا وشارع من الساعة بس الجسر يعبره لأن اكو شارع من جهة المدينة وشارع من المهندسين. إضافة ذلك أيضا من جميلة باتجاه شارع بس مجرد جسور باب معظم. نعم فأكو مناطق تدري ساحات وفلك وهذا كلها تحتاج لها هاي بيها زخم. وقت هاي السنة تنجز والله إن شاء الله لأن مو تنجز هاي هي يباشر بيها لأن قسم منها يجوز يراد لها وقت. أه. إن الجسور يعني تدري الجسر إيش قد يراد للنفق إيش قد يراد بس عموما قسم منها يجوز تنجز خلال هالسنة لأن شغلاتها بسيطة مثل بس عبرت قناة أو كذا ما يرادها عمل هواي وقسم منها من يباشرون بعد إن شاء الله. ودولة رئيس الوزراء جاد بهذا الموضوع أمين بغداد أيضا جاد بهذا الموضوع ومتابعته هو الرجل من خلال نشوفه بال يعني لقاءات اجتماعاته مستمر اعتقد حتى هو حتى, حتى, حتى اعتقد ما ينام موضوع مشروع تطوير ابو نواس مشروع تطوير الحدائق اللي صارت اكو مشاريع ايضا من القواطع الدائره البلديه ان شاء الله. هو مثل ما يقول الحركه ولود والسكون عاقر. احنا شانت العالم سكون اي فعلا صح بس اتضح بعدين بس فرهود بس هسه الحمد لله الرجل دا يشتغل دا يتابع بنفسه ودا يجتمع دائما ودا يراجع المواضيع اللي تنطرح مو تنترك يعني مثل قبل يعني تنطرح وبعدين يتذكرون بأن شلون صايره هذا المشروع هالشكل يعني. فدائما هو انت يعني احنا بالاجتماعات تصير مراجعه للمشاريع السابقه وانا وصلت مرحله انجاز وذلك والرجل ان شاء الله نتامل الخير ان شاء الله. احنا نقول ثلاثه ارباع انجاز العمل هو المتابعه. متابعه ايه فعلا صحيح. يعني انتم مشمولين بقضيه التوسعه يعني فق الاختناقات انتم كبلدية دي بغداد الجديده؟ والله هي تدري الحزمه اللي اطلقوها من اكو يمكن جسم مجسر على من جهه الرستميه انا يعني ما قريتها بالضبط بس عموما اكو مثلا توسيع توسع الشوارع اكو يعني باقي الدوائر البلديه جسر الامين عندنا اعتقد لانه من وقع هذا يعيدوا توسيعه القناه وشفت انا اليوم اكو عمل دائره المشاريع تشتغل يعني تقريبا من المرور باتجاه الرستمية. احنا العام بلشنا بتوسيعة مدخل بغداد وتطوير الاكتاف مالته اشتغلناها اللي هو من السيطرة. نعم العام احنا ودائرة مشاريع مشتركة دائرة مشاريع عليها توسيعة الشارع احنا علينا الحدائق اللي صارت على اكتاف القناة. اكيد وصلت على اكتاف القناة والمشروع القناة. احنا هسه ماكو مواضيع ما اقسام اخرى ما تطرقنا لها. قسم الزراعة مثلا اللي هو مال مشروع القناة. قسم الزراعة اللي انطت على عاتقه هي تطوير القناة. طبعا اكبر قاطع بالمناسبة وقاطعنا 12 كيلو متر مربع. 12 كيلو متر مربع الجانب الايمن والجانب الايسر علينا لان اكو دوار مثلا تكون فقط. جانب واحد احنا جانبين علينا الوحيد صدر وبريدية الرصافة. احنا والغدير اثنين الغدير عليها ايضا زيونة قاطع زيونة وقاطع حم. احنا علينا قاطع القاطعين بس هو عموما اطول قاطع قاطعنا الحمد لله كملنا انجاز يعني البنى التحتيه مالته بالبدايه كشبكه ري بالرش وكذا بعدين تم زراعته بالثيل توفير ايضا مولدات للتشغيل المضخات الموجوده لاعمال السقي وعمليه الادامه. بس عمليه الادامه يراد لها تدري جهد يعني 12 كيلو متر يعني راد لنا عمال احنا عدد العمال قليل محصورين يعني هسه انتم بلديه بغداد الجديد 12 كيلو متر من مشروع القناه قناه الجيش اكمل بالكامل؟ اكمل فقط جزء واحد بقى قصير اللي هو يم الكليه العسكريه يعني الجسر الرستميه كملنا اكو مقطع منك صغير يعني اذا تروح هسه انت باتجاه الرستميه تعبر يم الكليه كامل كلها على الجهتين الايمن والايسر كامله شبكة المي ومضخات وايضا حصلنا ثلاث محولات مال من الكهرباء ايضا يتم نصبها بالقاطع حتى توفر الطاقه الكهربائيه تشغيلها
وعمليات اللي دائما تدري مستمره، بس اعداد العمال تم الخير بيننا يعني نطلب قلنا تعوضون العمال اللي عندنا كجهد بشري يعني، اقول لك اعداد قليل مو كافيه، لانه 12 كيلو متر قدر ف 300 عامل احنا ما بتوفر هاي العمال. بس يعني حتى ما نبخس الناس اشياء يعني، امانه انتم كل البلديات في وقت واحد انطوكم هاي المهمه، تمام لو لا؟ نعم نعم. بلدية الشعب أنجزت في البداية وكان أعمالها مستمرة أماماً، لكن يعني أنا دائما أمر على هذا الطريق، لكن بصراحة ما شايف أعمالكم. إذا لحد الآن أنتم أول مع العلم بالمناسبة إحنا عملنا صعب جدا، كان أغلب الأعمال هي الشركة كانت قسم من هيئتها يعني باقي الدوائر البلدية يعني مهيئة مقبلة تحتية؟ لا هي هم سوى بنى تحتية، بس عموما اكو مثلا ممرات، اكو اعمدة مال كهرباء، اكو كذا. احنا قاطعنا كان مهجور، اضافة ذلك الى كمية الانقاض اللي بي كلش كبيرة جدا. ايضا ساعدونا الاخوة بالحشد الشعبي برفع الانقاض في وقتها مشكورين، وايضا اعتمدنا على التخصيصات اللي وفرتها امانة بغداد للدائرة البلدية بعمل اعمال انشاء البنى التحتية. يعني ماكو جهة ساعدة وياكم بس انتم؟ لا هم بالبداية ساعدونا الحشد بالرفع الانقاض بآلياتهم بس باقي الشغلات الاخرى احنا انجاز دائرتنا يعني. هو قلت لك 12 عدد الحدائق الاخرى، ايضا طورنا من مناسبة حدائق داخل القاطع اللي ذا شايفها قبل فترة افتحها السيد أمين بغداد مال إعدادية الجمهورية، قبلها مال كاتب عدل، قبلها مال أيضا ساحة الشهداء بالكمالية، قبلها فلكة المستوصف بالمشتل. وعندنا أيضا إن شاء الله على هاي السنة الجديدة أيضا مجموعة حدائق يتم تأهيلها وتطويرها. أنتم تمدي دام بلديات على الجباية على كتموي ذاتي. نعم. هذه الجباية وهذا التمويلات الذات عفواً يكفي لإنجاز مهامكم؟ هو بالنتيجة أنت ما يكفي للطموح يعني اللي تريد توفر. أنت مثلاً تريد توفر لنفرض أعمال الترقيع، تريد توسع أعمال الترقيع لنفرض بها القطاع يحتاج لك مبالغ مالية، وهي تدري الجباية أنت خاضع مد وجزر دائماً يعني مو أول مرة. بالمناسبة إحنا هسه نعتمد بالدرجة الأساس على المعاملات التصرفية، أما جباية المهنة والإعلان فأغلب المواطنين للأسف الشديد ما ينطون يعني جباية المهنة والإعلان، وتدري أنت القوانين دائرته هذه، فممكن أنه يعود إذا تريد تسوي حجز أو تسوي هاي الحجز على الأملاك ومنها يراد لحجز سفر وكذا يراد لتفاصيل كاملة اسم الأم واسم من يعطيك اسم الأم هذه. فدائما قسم منهم طبعا ما يعني يجوز ما فد نسبة معينة أيضا ممتنعين من إعطاء الجباية، بقت عندنا الجانب الآخر هي معاملة التصرفية اللي هي بيع وشراء، وهاي أيضا تخضع للقوانين عليها رسوم يعني غرامات. بيع أو أشتري؟ نعم عليها غرامات. تدري أنت أغلبها مثلا لو باني بدون إجازة، لو مخالف للضوابط، لو مخالف التصميم الأساسي، لو كذا، فهي عليها قوانين معينة، قانون 67 اللي يختص بالأنقاض، قانون 296 اللي يختص بعملية التجاوز على الحدائق وعلى الشارع وعلى المدرسة. بس تأخذون من المشتري ومن البايع؟ لا واحد، ماك مشتري بايع بس هو من البايع أو على البايع، هو من سبب بالمخالفة البايع. فمن نتيجة مرات هم يتفقون، البايع يصير جسمه البايع بلاقفه لي قدامي يقول له كل الرسوم عليك، وبعدين يعني يجي هو يتفاجئ حاسبه. فبالنتيجه هو وبالمناسبه ايضا تختلف الايرادات من دائره لاخرى حسب الرقعه الجغرافيه، حسب الوضع الاجتماعي، حسب المناطق التجاريه. خب الامين مثلا مو مثل الربيعي او زيون او شارع فلسطين او من القبيل هذا، يعني هذا جانب آخر يأخذ به. وإضافة الناس الأكوة عوائل شهداء، أكو ناس لأسباب معينة يبيع بيته لو يسوي عملية لو تخضع لأعمال الإنسانية اللي. فعموما أنت إذا تريد توفر خدمات يعني اللي أنت تريدها واللي المواطن يطمح عليها بأن يراد لك فما فد مبالغ يعني إضافية في سبيل. بس هاي تدري إحنا مرينا في ظروف الوضع الاقتصادي من 2014 واللي جاي اغلب اعمال امانه تعتمد على الايرادات مالتها، وخصوصا اكو نفس الشيء يعني احنا للاسف الشديد مرات تصير مزايدات الامين اللي يجيك من خارج المؤسسه يريد بس يثبت نفسه، فيقول يا با ما اريد فلوس، عندي فلوس يعني. بالنتيجه توقع براسه المواطن الكريم. انا السيد امين هو ابن المؤسسه، استاذ عمار هو ابن مؤسسه الامانه،
وايضا متدرج الرجال من يعني معاون الى مدير عام الى وكيل الى امين بغداد، وعنده المام بكافه التفاصيل اللي الصغيره جدا اللي تخص امانه بغداد واللي تحتاجها امانه بغداد. ايضا الحمد لله والشكر رئيس الوزراء متفهم ومتفهم الوضع بغداد وشقد بغداد يعني يراد لها خدمات، فلذلك يعني اكو تواصل مستمر. يعني قبل كان ماكو اي تواصل تقريبا، يعني مجرد امانه بغداد على الهامش. وقبل كان احنا اذا نريد نتذكر كان امين بغداد هو وزير، يعني سعفه اذا تتذكرت يحضر حتى اجتماع مجلس الوزراء. بالنتيجه اكو اكو علاقات مشتركه بين الامانه، بين وزاره الكهرباء تريد لها قاع، بين وزاره الصحه، بين كذا، اكو مشاكل تحل داخل الاجتماعات اللي يصير. وهسه هو اللي عامل بدوله رئيس الوزراء بانه منطق اهتمام جدا كبير في امانه بغداد، على تواصل مع امين بغداد، على المسؤولين الاخرين في امانه بغداد، وعنده طموح رجل في لبغداد والمحافظات. احنا اما نبخس الناس اشياءهم، يعني بغداد والمحافظات ان شاء الله نتم الخير بان تنهض بغداد باهلها وبالخيرين من ابنائها. ان شاء الله بوجودكم ان شاء الله وبخدمتكم للناس. استاذ كريم، كلمه اخيره. احنا كقسام ما طرقنا لها وقت نطرق. الكلمه الاخيره هو احنا نقول يعني او التعاون يولد الاشياء اللي دائما يقول بالمثل قوم التعاون ما ذلت. فمن نتيجه التعاون بين المواطن الكريم والاجهزه الخدميه عموما مو فقط امانه بغداد يولد الطموح اللي تطمح الى البلديه اللي يطمح الى المواطن الكريم. انا كبلديه انظر للقاطع مالتي كانه بيتي وافضل من بيتي صراحة، لأنه أنا قاطع ما يكون نظيف، إش ما يجيني فت كلمة إيجابية يعني بارك الله بيكم كذا، بس إش ما يكون هو تجيك الرحمة، تجي أول مرة ربك سبحانه وتعالى هو يرحمك، واثنين هم المواطن راضى عنك. الحمد لله احنا نسمع رضا من المواطن دائما على اتصال مع العشائر مع فعاليات المجتمع الموجودة، بس نطمح للأكثر من خلال تعاون المواطن الكريم في ويدار البلدية، عدم رمي النفايات في المناطق بصورة عشوائية، الالتزام بإنطاها للآليات التخصصية، عدم الأضرار بشبكات المجاري، شبكات الصرف الصحي، وبالنتيجة احنا وجودنا هو الخدمة المواطن الكريم. جزاكم الله الأستاذ المهندس كريم طاهر معاون مدير بلدية بغداد الجديدة، شكرا لسعة صدرك، شكرا لحضورك، شكرا لكل الأجوبة اللي اليوم استفاد أكيد المواطن من عدها، وهذا هو ديدنا، لابد أن نظهر الجانب المشرق والجانب الإيجابي، والسلبي لا سامح الله، واكيد ماكو دائره من تخدم لا بالنفس يا جماعه، وان شاء الله حنكون احنا بخدمه الناس في هذا في هكذا برامج. شكرا جزيلا، شكرا لكم، بارك الله بكم، اتمنى لكم موفقين. الله يحفظكم استاذ، شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقه تقبلوا تحيات كادر البرنامج، ونلتقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء. شكرا لكم مرة أخرى، نتقبل تحياتنا مقدم مقدم البرنامج حازم الحربي، في أمان الله.